أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه واتباعه إلى يوم الدين. ربي أعن ويسر وبارك فيه ولا تعسر برحمتك آمين. وبعد، بيارمتي خوي قورا لجلسي سيسد شهل النهمي تدريس كتب الفقه المنهجين جلدي سوم لابريد ويستو بيستو حفت لسر بابي شركة كان بين شركة عنان. أفرمي ما يترتب على صحة هذا صحة العقد من آثار. أجر عقد شركة عنان صحيح بوش آثارك بشوينا مترتب أبيت. إذا توفرت شروط شركة العنان صحت وترتب على ذلك الآثار التالية. أجر شروط شركة عنان أو شرطاني لجلسة قبل بحث ما نكرد موجود بون شركتك صحيح به وأم آثاري كبدوا وديت بشوينيا مترتبة بيت. الأول، تطلق يد كل من الشركاء في مال الشركة. دسي هر كام لم دو شريكنا ياتن شريكك رها أكري لمال شركتك. يعني شي يعني وكو هموي والا بردسيا اتبش يكيني خويسي بالأصالة أو كي أوانيج بالوكالة. خريكة شيكا اتواني بيان تصرفي تيبكا تكاري بيبكا، لأنه وكيل عن شركائه وأصيل عن نفسه. چونك لشريك كاني بو شريك كاني بوكيل حسيبه بي وبخشك صاحبه أصلي مالي خويا. ولكن يتقيد هذا الإطلاق بالعرف وعدم الإضرار بالشركاء. بلان أم إطلاقه بدقة بكري وهاني حركاره بيبكا أبي بزاني أولا يك عدم الإضرار بالشركاء زرنا جيني بشريك كان دو عرف شونا كم مثلا وترباشة توج شريكي لعرفي أو شوينة دا لعرفي أمكار دا چي أكريب ماله آوة مقايدة شون المعروف المشروط عرفا كالمشروط چي شرطة أو أوس. وعليه فلا يبيع بالنسيئة كوابو نابب نسيئة، يعني صلاحا بيع إلى الأجل بفروشة تبيجي مثلا شجمان جيتر بولا كان ببيرا كابرا، أي بتأجيل الثمن إلى زمن معين. نابي اجتب بفروشة بأويك مثلا شي بولا كاب خاتو دوا والثمن كاب خاتو دوا بيجي دواترو إني أكب. ولا بغير النقد الغالب في البلد، أمي شفرة مهمة بنقدي بغير نقدي غالب له ولا تيجا نفروشه. مثلا فرسكاتو يسا مثال بيجي مثلا الان معاملاتي مثلا بازاري جهاني بالدولار كري مثلا كابرا بي مثلا بالريال ايران خريد وفروشكا دي الريال ايران لعرضي خطر ايه تبين لا مانجي كي بينا تشي تورم كي زور وارد بي ارزشي بولاكات يتو خوا ولا لو لا بيني مثلا فرسك ديناري كويتي يا نازانم دولاري فلان ولات امريكاس شيء بيني لعينه كثابت عايز زرري كمكا إذا لا لنا ولاتي كيشا لنا ولاتي كيشا نقدي غالب شيء بأوى إذا مرادي لنقدي غالب هو سما خانش تيجي كي زرر نكا أوى. كما لا يبيع ولا يشتري بغبن يا غبن فاحش. غبن لغتي خويا يعني خدعة فريب لخرد فروشة زيان زياني فاحش نكا أي شيء زياني كيف حشيت يعني بكبر مثلاً كلايك بزيني لولا أجر مثلاً 50,000 أجر سندي 40,000 45,000 سام مشتك أما ب مثلاً فروش تبا وندا يعني سندي ب 50,000 52,000 مشتك أما بيسينه بشهس 1,000 ده غبني فاحش عمل هم غبنا خوين دوت هم غبنا خب. ولا يسافر بمال الشركة بمالي شركتك إيج مسافرة نكا شن مسافرة لعرضي خطرائي إلا إذا أزن له الشركاء في شيء مما ذكر فإنه يصح تصرفه فيه. مگر ما باقي شريكة كان لم أموريكي سذكر مان كردن أواني تشيبكن إذن بدن، فإذا لم يأذن له به كان تصرفه باطلا. أجر إذن الندى بأو لم موزوع تصرفك إيجي باطلا. خب بنابراین اذنیان پیندات تصرفی باطله. الثانی یجب العمل على الشركاء حسب الاتفاق. ابي عمل
على الشركاء واجب بيت هر كامل شريك كان شو عملك إلى سر واجب حسب اتفاق واجب إلى سر أوكاربك إلى شركتي شيا عنانا بيوتراو توشي أشيبكي أشيبكي. الثالث إذا اشترى أحدهم شيئا بمال الشركة بالشرط المذكور سابقا كان الشراء للجميع أجر يكيك يعني بو شروطيك قبلا ذكريان كردوه وتوافقيان لسر كردوه يكيكيان هاتو براساسي او شروطانه شتيكي كري شتيكي سند او چيا او شراء ابو همو يعني شون امو وكيلي او اكاني ستريچه بشرتك براساسي شروطكان بك دان يعني واضح برا سنتانيا بو شروطيان دانا براكم سفري بيناكي فلان شتي بيمسين اما وما بكين ايسا براساسي او شروطيكي كيان شوه لهموي مالك إنك يسند وغبني فاعشي تيانا به تأمبو هموي سندويتي شون برسالة شروطك حركتي كده لأنه وكيل عنهم شون وكيل أوكاني ترى إلا أن البائع يطالب المشتري وحده لأن الشركاء الآخرين غير كافرين له بلان بائع فروشن ده مطالبي بهاك لكي أكالي رافقت فقد لو كسيك ومستقيم مشتري بوغا شون تر الشريك كان لراشي غير كافلين له زامني أو نيا لرا زمانتها مش كاري أو ناكا هرشيبكا فساد الشركة وما يترتب عليه فساد شركتك أجر شركتي عنان شركتك فاسد بو شي بشوين ياتت مثلا برساسي شروطك فاسد شروطك غير شرعي أم شركتي أن دام الزندو إيسا بر أساسي شركتي عنان كارو كاسبيك دعالك شركتك فاسدة لرا تشي بيبكي علمنا أن للشركة شروطا إذا تحققت كان العقد صحيحا وترتبت عليه آثاره السابقة زانيما شركة شروطك هس أقع شروطانا محقق بون عقدك صحيحة وآثاري أو عقدي شبشوين مترتبة به وإذا اختل شيء منها كانت الشركة فاسدة أما أجرشتي لم شرطانا مختلبو أما تشي شركتك فاسد أبي فإذا علم فسادها قبل البدء بأعمال الشركة لم يترتب على ذلك شيء من آثار العقد أجر برلا وك كارك لو كاراني كبو شركتي عنان دان رياجة أنجام بقري زان راب فساد بطلاني أم شركته لراتي أبي لرا لم يترتب على ذلك شيء من آثار العقد هيتش لا آثار عقد بشوين أما مترتبشي نابت وينبغي تجديد العقد على وجه صحيح لازم عقدك لنوى تجديد بكرته لسر شوازك صحيح إذا أريد الاستمرار بالشركة أجر قصدي أنا مسار شركتك هر شركتي عنان بيتو إدامي بيت فإذا بيلا نوى لسر شروطك صحيح تجديد عقدك ما دام قرك أنا إدامي كاري شركتي عنان بل وإذا تبين الخلل بعد البدء بأعمال الشركة وجب التوقف عن الاستمرار بذلك أجر خللك دواي آغاز بكردن وشروع كردني أعمال شركة عنان دسي بكردوا واجب توقفك يعني تايسا ندزاني وقيقيناك عفى الله عما سلف الله ميساتشي أشي بيسي وتجديد العقد على وجه صحيح أقدك تصحيح كيتو تجديدي كيتو لسر وجهك صحيح إذا أريد الاستمرار بها أجر قصة وساء أم عقدة إدامة بيابك وترتب على تبين فساد الشركة فيما مضى الأمور التالية لسر فساد الشركة فيما مضى يعني أويك واتعيس فاسد وشي مترتبة به أم أمور يعني فرسن مانجا خليك كاركا البن مانجا بولي أندر أورغو كاسبي أم بكردو إيسا أكيوية تدرو ويان أما شركتك فاسد بوغا يا باطل بوغا أم عقدة إيسا تشيب كان أما أنقات كأم كاريان كردوها تشيب مترتبه بشوينيا أي أمان واقعا برساسي شركة عنان صاحبي أما لن ياتشونا إيسا يجيشي أموري تالية يك الأول يقسم ما ظهر من ربح على الشركاء بمقدار مال كل من رأس المال تقسيم كريت أويوا ودركوتو بدسهاتو لسودك لسودي أو كاسبيا تقسيم كري لسر شريكة كان برأساسي هر أو الرأس مالانا كان يقبوغن برأساسي أو تقسيم كري لبين يعني مثلا يكي كان أقر سي پنجمي هس سي پنجمي سودي ببدري
يعني يك بنجميز يك بنجمي سودك لأن الربح استفيد من المال شو كان الربح كتية لما له بدس هاتو بدس بدس ينراوى وقد تبين بطلان الشركة ياخد درك وتو بشركة كتية باطلة فيرجع إلى الأصل وهو المال كوابت أجريتو بو أصلك كهمان تيبو مالك بو فتكون نسبة الربح يا ربح كل من الشركاء بنسبة مشاركته بالمال كوابت أو كانت نسبة سودي هر كامل الشريك كان بنسبة مشاركتك لمالك يا الثاني يرجع كل شريك على الشركاء الآخرين بأجرة عمله من أموالهم الخاصة هر كامل شريكان أرواتو لشركائي تر داواي أجرتي عملي خويك لأموال كان يعني مثلا فرسك من ريقم أمكارم كردو كاسبيكم كردو تيلا شركتا أجرة العمل لازم نبو والله ما دام شركتك فاسدة من وكو أجيريك أبي حسيو بكريم نتيجة وهر كاميك يعني چني كارم كردو لسودك ولا برحال لأموال كان يعني شي تشيبكم أجرة العمل يعني لداواك لأنه تبين أنه كان أجيرا لهم وليس شريكا شن وقت شراكتك فاسد بو اتر شركتني درك هيو كان بنفرت شي بو أجير بو واضح براكم فاز أبي أجرة العمل يعني لدواك الثالث كل ما قام به الشركاء من تصرفات تعتبر نافذة حركام لو تصرفاتاني كوا شريك كان أنجامي أدن تعتبر نافذة أو يشهر نافذة مقبولة بوشي شون لأصلا إذني أنداو بيكتر كاركر وين زاني ويا بحرحال لنزل يعني أبو كشركتي كي صحيحة فز ما دام إذن بوجا قيناك تصرفاتك كان نافذة حالي بي نافذة يعني بلو أنجام قريتو إصلاحا آثاري بشوينا مترتبة بواني بيجي من إجازم ندابو بتو بمالي من كاسبي بي كيوتي كاسبي بي بكي فز نافذة يعني ويا نافذة يعني إصلاحا أساري بشوين مترتب أبيه مقبولة بباطل ناكريتو تصرفاتك تازه كرياغو أساري شي بشوين ياتي لأن كل منهم تصرف بإذن من الآخرين يعني وانيا بيجي كاكا كيوتي مالكي من أوشتي بيبسيني من إجازة ندابو فاز أشي أصلي مالكم بيبيتو أوانيا تو إجازة دابو لأصلا من بمالكي تو فلان كالاب سينم سندويشمه بس إيسا وكو شركتي حسيو ناكريبو ما وكو إيسا من أجيريك حسيو وكرمو توتشنك مالكة انتهاء عقد الشركة الصحيحة انتهاء عقد الشركة صحيحة ينتهي عقد الشركة بأمور وهي إذا قلت مع عقد الشركة فاسد كوهر شيئا لو لعزقت بكري ولي عقد الشركة صحيحة كي منتهي أبي وتوابي بأمورك وهي الأول فسخ عقد الشركة من قبل الشركاء أو بعضهم يكي لشريك كان يا بعضك يا بفسخ كاتو شون أم عقد شركة عقدك جائزة عقدك لازم يعني هر كام لوانا توان بمجن من تنايك مالي فإن عقد الشركة عقد جائز عقدك جائزة أي لكل من الشركاء أن يفسخه متى شاء والفسخ إنهاء لها شون كهر كام لوانا شريك كان بوهيك حركاتي قريكي بو فسخيك فسخيج خاتم بيداني أم شركتس فإذا كان شريكين فقد انتهت الشركة يا الشركة بينهما ما دام الشريك بن بفسخيك كيان ما دام دو نفر بن ها دو نفر بن يكي فسخيك التواب يقول شن نفر بن جي وإن كانوا أكثر وفسخ أحدهم بقيت الشركة في حق من لم يفسخ أجل دكسن يكي كان جبرامة نايكم لحقي أوا توابي لحقي ما باقيات نوكسك هربر قراره واضح برا الثاني موت الشركاء يكي لشركة كان بمرت فإذا مات الشركاء فقد انتهت الشركة يكي كان يا كسي كان مرد أو يا قشت يان مردن أو يتر شركتك منتهي أبي توابي لزوال الملك عن المتعاقدين وخروجهم عن أهلية التصرف شون
ايتر او كساني كلا اصلا عقدك يعني بستبو مالكي او مالا نين انسان بمردني چي بي مالي منتقلة بي ملكيتي مالي اللي ساقط ابي تمام مادام مالك نية اتو كوزها اللي اصلا نبي شريكي چيتر فاز اما نو اهليتي تصرفي چي انما نتيجة شركتك چي بيتو فسخ بيتو يا تواو ابي المنتهي ابي تمام بون يعني هي المنتهي أبي لأن الشركة تتضمن الوكالة كما علمنا ولا تنتقل إلى الورثة شون شركة بتضمني وكالة وكاليت منتقل فزيرني انتقال فزيرني من جناب تمكر دبو وكيل فلانا كسم كر دبو وكيل إيسا خوي بمري خو من الله كيناني توكيلي من ولا تنتقل إلى الورثة لأن الورثة لم يتعاقدوا على الشركة ووارثان ناتون عقدي أم شركة تبكن نكردو فإذا مات أحد الشركاء فإن كان شريكين فقد انتهت الشركة أيضا أجل يكيكيان بمريتو دو شريكو بالله أصلا شركتك توابي وإن كانوا أكثر من اثنين انتهت الشركة في حق من مات وحده وبقيت قائمة بين الشركاء الآخرين أجل بيشتل لدو كذبن أو يوامر دوا شركة لحقي أو منتهي أبيه بوبا ما باقي أمينته لأن الوكالة في حقهم باقية وتصرفهم جائز وصحيح شنو وكالة لحقي ما باقي أو أنا لحقي أو كسانيك ماجن باقية برقراره وتصرفي شيئا جائزة أهلي تصرفي عن أهلية تصرفي عن تصرفي عن جائزة وصحيح ويكون الفسخ والانتهاء من تاريخ وفاة الشريك ولو لم يعلم الشركاء الآخرون إذا ممكن كابرايك يعني مردبي نيان زانيمي لكيو أنفس خروي داقة أو انتهاء لتاريخ وفاته يعني ما بوشي يجي ممكن كابرا شجمانجي بيج عمري إخوائي كردوا الشريكة كي هر خريكة كاسبية كان نازاني بس أبي لو تاريخ فوتي كردوا الشركة تمام شده حسيو بكا دواي أوتشيه وكو شركتكي فاسد إني أكا وكو شركتكي فاسد حسيدي أكا ولي بر لأوى وكو شركت يعني دواي شجمان قزاني لتاريخي فوتكي تا تاريخي فوتكي بشركت حسيدي أكا لو تاريخي كبي أزاني مثلا شجمان قيبتشوا أو تاريخي وفاتتا أو كاتا وكو شركتي فاسد كأحكام كان من ذكر كل حسيدي أكا لأن الموتى ولو لم يعلم الشركاء الآخرون ما دام بعوانج نزان أبي لتاريخ وفاتك أو فسخ حسي بكر لأن الموت عزل حكمي عن الوكالة بالتصرف شون مارك لحكمي عزلي وكالته علبي إذا تقول وكيلة عزلك على من وكيلة كم عزل كردو وكابرا خريك هركارك نايزانيك أمي جواسا لعزل حكمي عزل حكمه لوكالة بالتصرف وكلام كردو متصرف كايس عزلم كردو ممكن كان مدتي تربيبك نعزلم كردو لو لحظك عزلم كردو تواقوك الثالث الجنون أو الإغماء شيتيا بهوشي أميش السبب تشيه به سبب فسخ يا انتهائي سبب انتهائي بشركتي عنان بيت فإذا جن أحد الشركاء أو أغمي عليه فقد انفسخت الشركة في حقه وانتهت أجر يكل الشريك كان جنة دوشاري شيبو جنون بو يا أغمي عليه بيهوشي بملاهات فقد انفسخت الشركة في حقه وانتهت شركة لحق أواتي بوغسو فسخ بوغا ومنتهي بوغا لزوال العقل الذي هو منات التكليف لبار لدستشونو لبينشوني أقلي كواتي مناتي تكليفة مناتي تكليفة محل أصلا بيكل شركاء شيبه عقل ببالغ به لكن يشترط في الإغماء أن يستغرق وقت فرض صلاة حتى تنفسخ به الشركة فإن لم يستغرق ذلك لم يؤثر فلان لبهو شيء لحظة ودو لحزنية أبي حد يقل وقت فرض كنوش وقت فرض كنوش تيسا بشترينك أن تدعاني أوي بو أقريت صن فرض كه نيجا إيشا دابنه ها إيشا تا بانجي سوء وقت مثلا أو عندي بو دابنه مثلا
تاچي تا شركتكي بيفسخو بي فإن لم يستغرق ذلك أقا واندنعي مثلا ساعاتك بيوشكوتو هاتو خويا أعزاري هز صرعي هز إصلاحا أكيويد بيشارة دوري فأني ساعات بيس دقيقية إيشا خاصو بي أونيا. وفي حال الجنون ينتقل الحكم إلى الولي أما لكاتي إغماء أما لكاتي جنونجي حكمك منتقل ببو ولي فإن اختار فإن شاء اختار قسمة المال وإن شاء اختار اختار استئناف الشركة بعقد جديد وليك حزي كرت إجباش مالك تقسيم كنو نجات ما برواتر شركتك توابت حزي كرت استئناف لنو دوباره شركتك دس في أكاتو بعقدك تأذون. وأما في حال الإغماء لحالة إغماء بهوشيا فإن رجي زواله عن قرب لم ينتقل الحكم إلى وليه أجر أميد بو بزودي بتوهش مثلا فرسك عملك كردو بيشاري أزهن برايس عمله چند ساعتك وخاصي بيتو هرچن هر لعمله مثلا شاملي أم مثلا نابت عمل جراحي مگر شتيك بواقع بهوشيا كتولاني مدد بي. فإن رجي زواله عن قرب لم ينتقل الحكم إلى ولي أجر أميد بوك أم إغماء زولاتشت حكمك منتقل بولي نابت لأنه لا يولى عليه في هذه الحالة چونك مغمى عليه چونك بيهوش لحالة بيهوشيا كسي لسر ناكرت ولي بيهوش لحالة بيهوشيا كسي بسر ناكري تولي. فإذا أفاق أجهاتو هش فإن شاء اختار القسمة الحزي كرتها توهش تفسخ بوغا سو وانيا وتمان أجا مدتي كتوان فسخ بيتو هاتو هش حزي كرت إجب بير مالك تقسيمك. وإن شاء استأنف الشركة شون شركتك بتشرابو ها هلي بوي تو عرضی که وقتی اگر اندازه نیوجیک بو فسخ بیتو اندازه نیوجیک بو بهوش یکه ولی سوکه بهوش یکه عن قرب امید ما بیت عرفی آمه که ها روز نتای وارتی توش دعسوعتی توش ولی کامرجش شجمان مثلا استأنف الشركه بعقد جديد ولو بلفظ التقرير حتى اگر لفظ تقریری بیش باشه شرکت که ادامه ده من راضیم شرکت که ادامه بده لنو و دسی پیا کاتو. فإن أويس من إفاقته عن قرب أو استمر إغماؤه ثلاثة أيام فأكثر انتقل الحكم إلى وليه كما في الجنون أجي يأس إيجاد بو لبهوش هاتنوي أم بياوة أم بهوشة أم شخص بهوشة بياوة بيتجن بي بزوي يأت بزوي يعني أنك أبرا جبرا شج معنى تريج نايتوش يانا بهوش يكي سيروج إدامي بو وبيشتر حكمك منتقل أبي بو وليكي هروك لا جنون أبو. فإن شاء اختار قسمة المال وإن شاء استأنف الشركة أحزي كرتيك مالك وليك تقسيمك أحزي كرتيك إدامة إدامة أما شركتي عناد شركتي بابي بعدي أثنين القراز قراز همان مزاربس كبستو تاني تعريفه القراز القراز مشتق من القرض وهو القطع سمي به هذا العقد لأن مالك المال يقطع من ماله جزءا يعطيه للعامل يتصرف فيه على نما العربية بقيتي جن مقراز مقراز يعني شيء قطع كننده قراز لقرضك حتى خذي قرضي سهر أوسط قرض تبشي لما لجاك يتعيدي بكابر مشتق لقرض كقرضي هو القطع خبوشي قراز في وترا وقراز سمي به هذا العقد لأن مالك المال إجات ما شاكن زواني عربي شني قياس بردارة مهمة توم وقت أشوف زين وشي تسمية شي بو بيانو تو قراز بو بيانو تو مزاربة وكلاي كسان الشاني كتنية ممكن يسأل زواني ما بقي بشري شان لأصلا أما هس وأجا جمع دانش وضع كلمة يبكن واقعا هز مثلا يسأل مثلا چی پیجن فرنگستان زبان فارسی چی تی کلمات دانی بو واجهای دانی بو کلماتی که لأصلا خارجین مثلا فرس که بو هلیکوپتر هات که دانی آگا چی بالگرد نوع وجهی که هست که
إنك يا وشي كيل إذا أم وجهة أتواني لحازي ظاهري إنك يا در نظر قرت بي شتيك بالي أشرخيتو مثلا كردي يجن فروكة فروكة يا أتواني شي لحازي كاربرد كيبت معنوية كيبت خو خب لأن هذا يسمي به هذا العقد لأن مالك المال يقطع من ماله جزءا يعطيه للعامل يتصرف مزاربها قراص كامسة مال لكسك كار لكسك من مال دم جنابه يجب كاسبي بيبك كاري بيبك إتاو كاتل السودكا شريكين لزراركا زرار وفيكية صحيح مال بشروتكو يقطع من ماله جزء أن يعطيه للعامل يتصرف فيه بشي لما لكي أدابك عامل بو تصرفي تبكى خريد فروشي تبكى تجارتي تبكى كما يقطع له جزء من ربح يعني ربح هذا المال الوكو تون بشي لسودة كيش قطعك عيدابي روكاري تبكى بنجا بنجابي لسودة ويسمى مقارزة وهي المساواة لتساويهما في الربح بيشي أوتي مقارزة كمقارزة يعني شي مساواة لبرشي بيوتراوة شون مساوين لشيا لسودكيا البتة مساوين لسودكيا مرادة ويسهر ديان لسودا شريكا ايش نقوك حتما بنجا بنجابي او الشرط نية والمضاربة مشتقة من الضرب في الأرض وهو السفر مضاربة إلى شيء قرياقة يسوى شيء تسمية للحازي أو كبيانة مضاربة شيء يجي مشتق لضرب ضرب في الأرض إذا ضربتم في الأرض ها يعني سفر بوشي سميت به هذه الشركة لأن الغالب فيها السفر لجلب البضاعة وتسويقها وجلب الربح ونحو ذلك إذا مضاربة بيوترا ومضاربة بوشي أم شركة بيوترا ومضاربة لأن الغالب فيها السفر چونك غالب تيا چيه سفري بيا كا كامرا پولا كما سن ليرا روا دبي كالاتيره روا نازان تاران وسيله تيري لجلب البضاعه ببضاعتي وبابرو كالابيري وتسويقها تسويق جايين لبازار شيبكا فخ شيبكاتو بازار يابي بوكاتو الى اخر وجلب الربح بو سوداوري بكا انا برين چونك غالب ها غالبا سفري هاتيا بيوتراوتي مزاربه ونحو ذلك بخاطر مسائل عنه. وهذه الشركة في عرف الفقهاء إذن لتعريف فقهاء دا شركة مضاربة يا قراص أن يدفع مالك المال مالا لغيره ليعمل به ويتجر فيه مالك 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 بدأ بغيري خوي ليعمل به ويتجر فيه تا عملي بيبكا والتجارتي شي تيابكا على أن يكون الربح عليك السلام على أن يكون الربح مشتركا بينهما يا الربح مشتركا بينهما بشرتك سودك ربحك لبيني أنا مشترك بيسان مشتركة شانك ببي توافقك أيك ومن هنا سميت شركة لاشتراكهما في الربح بم دليل سابي وتراوى الشركات چونك الربحة چين شريك مشروعية أما چية مضاربة إجماع إلى سرة كتاب سنة إجماع إلى سرة سنة إجماع هذا النوع من الشركة جائز ومشروع دل على مشروعيته السنة وانعقد عليه إجماع المسلمين أم شركة مشروعة جائزة السنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام وإجماع مسلمانين إلى سرة هيا فقد روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أبيه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه كان إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه عباسي كري عبد المطلب رضي خويلي بمامي بيغمبر عليه الصلاة والسلام كاتم مالي بمضاربة أداب كسيك شرتي لسر صاحبي كارك دا أنا عيوتي أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة فإن فعل ذلك ضمنه شرط دانها بس شرط هي للمزاربة بتتفقي شرطي صاحب مالك كاك يك أيوتشي لطريق بحر أم مال نوي
لبحر مالكم نقل وانتقال ندي دو وادي لوادي كا مثلا للروايه تراتو لوادي كا جيغاي سيلو او انسا دانني شيتو مالكم لوي بيت اعلن له لرا سيلهات بوچي يا سيلها يكل شيراز هات بارك دروازه قراني شيراز اوانه مثلا هين تاريخي سندا دي 1400 هفته يا هشته هفتي دي 1400 هشتي دي 1400 هجري شمسي دي ممكن تو شولة شوينكي مسيلة اصطلاحا مسيلة يعني سي جي قاي سيل يشوينكي مسيلة اتراقا كي شو بارانا واري ها بارانا واري سيلو تي مالي كابرا بوا تو زاميني هل بوي لا ينزل به واديا ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة حيوانكي داراي كبدي تر كبدي تر يعني حياتي تيابي حيواني زندي في نسيني حيواني زندو فإن فعل ذلك ضمنه أجا أمي بيكرت ضامنه فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه شرطكي جاية بيغنبر عليه الصلاة والسلام إجازه دعم حديثة إمام بهقي للسنن الكبرى ورديسي رحمة إخوائي لبي لكتاب قراز بلام سندكي ضعف هاتيا ضعفك شديد خد إمام بهقي جي حديثك الضعيفة نفرك هاتيا بنو ابن الجارود ابن الجارود زياد ابن المنذري هاتيا كجماعتي كذور جن كذاب وبعض كيش متروك يعني دانياك سندكي ضعف هاتيا. وعن صهيب رضي الله عنه صحيح بيشك الصحابي في غنبر عليه الصلاة والسلام رضي خواهي اللي بيأفرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة سيتشتهن بركتيا ناتيا البيع إلى أجل معاملة تاتي أجل يعني كابرا بيجن بولاكو دواترو بيادا المقارضة والمقارضة مقارضة ما نشيبو مضاربة وخلت البر بالشعير للبيت لا للبيع تيكال كردني جنمو جو بو خانوادة يعني بو طعام نبو خريد فروج يعني لما لا بو مالكت ناني فرتري تيابي جنمو جو تيكال كا وكو إيسا چون مثلا إجي كابرا برنجي هندي و برنجي پاكستاني يا مثلا كابرا برنجي و ريزا برنجي سندوه تكي مثلا يعني يا حتى إيسا لاي خمانا مولوشي بيجين هورامي برويش برويش و برنج قاتيب كابو مثلا شي بي بشتر بيت إن تشتكي إذا أما بركتي هاتيا البته بو فروج نبي تشون بو فروج حرام جائزني ما جب كابرا بيجي شيء بيجي أما برا قاتي جنمو جوا حذا كي بيسينه أنت بيتوت خويا زاني وأنت الغرديتي نيو جهالتي كلابر داريشي تاني أخرجه ابن ماجه أم حديثي السند كي ضعيف تقريبا سمة شولي هاتيا. هذه الأحاديث إن كان في سند كل منها ضعف مؤلفين جوايجن أم حديثانا هرچند السند هركامي كان ضعف هس لكنها بمجموعها تقوى بلا مجموعا نوع قوة بياءكن فتصبح مقبولة صالحة للاحتجاج بها صالحة للاحتجاج بها بالطريقة من بوشي تون قرينيشي لسرز بتعباد أهات قدك ولا سيما وقد أيدها عمل الصحابة رضي الله عنهم وإجماعهم على مشروعية هذا العمل خوف يقني لأوك بيجي تي صالحا بو عمل بو شونك عمل الصحابة رضي إخوان اللي بيبه السندي صحيحه تأيدي أمكارأك وإجماعي شيء لازم مشروعية دا مرزا وإجماع أمتي شيء لسر دا مزرا مشكلة يقني هذا هو كأجى فقيه إيسا أم حديثة تريده قرث في ميجة حديث ضعيف يكتب سريع نا هو فقهاتي قرأك وإليك النماذج من هذا العمل أو هاتشند نمونيك لا أم عملاك يعني كمزاربة بلا لي صحابة في البيج روى زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال زيد كري أسلم لبابي كأسلم بيت رواية كائجة خرج عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم في جيش إلى العراق عبد الله وعبيد الله رضي إخوان لبيد وكري حزتي عمر لسفايا كاتشون بو عراق يعني لغزو جنجة كجهادك
فلما قفلا لا يويش قفلاس قفلاس ظاهرا قفلا يعني قرانو ما قال قفلا بو جيشك بقريتو جيشك قفلا فلما قفلا كاتيك هاتنو مر على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو أمير البصرة كاتي للرقاء هاتنو بو مدينة برونو لبصرة ردب جيش نتأخزمتي حضرة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فرحب بهما وسهل أهلا وسهلا يبكدنو جيغاي خوشي بيدانو ترحيبي كدنو يخوى بخير بينو كري أمير المؤمنين نتر زماني خلافتي حزتي عمر رضي الله عنه ثم قال أبو موسى فرمي لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت أجر تواني أو مبوايا بمتواني آيا كارك كم خزمتك تنبيب كم نف تنبيب جيني أمكرت وكو بيجي شي هاد شي خزمتك مليتين لخزمتانم يا با حزا كم بخوا خزمتك تنبيب لبر احترامي بابيش تنبوك كري أمير المؤمنين ثم قال بلى وأي فلمي بلى والله كتبير مشتكم هالا بيرا ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين مالي إلى مالي خواي قرى مراتشي غنيمة بوغا يا زكاة بوغا يا مثلا هرشي غنيمة بوغا ممكن الزكاة نقل وانتقال ندريا هرشي بمالي بوغا متعلق ببيت المال بوغا حزا كان قرأك مبيني رنبو أمير المؤمنين فأسلفكماه أو بقرز أيدما إيوه بقرزي أيدما إيوه فتبتاعاني به متاعا من متاع العراقي برون بمبو لك بقرز داقم بيتان كالاي لكالاي عراق سن ثم تبيعانه بالمدينة دواي بيوان لمدينة شيب كان بيفروشن فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما أصلب لك أدن حزتي عمر سودكيش بخوتان يا من نفعك بيتانا جينم يعني من قهر قرأك ما أم مالا تشيبكم مثلا أم هزار دينارة قرأك ما أم هزار دينارة بيجينم خزمتي عمر رضا يخوالي بي إيو بقرز أيدام اللاتان برونشتي في بسينن لتاوي عفروشنو أصلي هزار دينارة كيف دنو حزتي عمر فقال وددنا ذلك قلت عندي والله اشتكي باشا حزي فيك ففعله أبو موسى رضي خويل أمكاريك وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال ناميكي شنوسيتك يانا فرمي يا أمير المؤمنين أو مالم داقة دس يانا ليامسينا فلما قدم باع فأربح كاتي قيشنا مدينة اشتكيان فرشتو سوديكي خاسيان كرت فلما دفع ذلك إلى عمر قال أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما هذا تمر في المئة باشا بهمو يسفاك أعوى قرزي دا وكوتون بأيوي دا قال لا تيان ولا يا أمير المؤمنين فقال عمر بن الخطاب ابناء أمير المؤمنين فأسلفكما ها كريدو كري أمير المؤمنين لبر أعوى قرزتان في هذا أدّي المال وربحه ورن بيرم زال مالك وسودك إيش بيرن فأما عبد الله فسكت عبد الله هيش نفرمو لبر شرمي بعضه هيش نفرم وأما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا يا أمير المؤمنين من ناكرش تيوى نبي يا أمير المؤمنين بوجناب نبي كاري وفكي لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه يا أمير المؤمنين أجا أما الله نقصي تيب كوتايل يا لبين شو إما زامني بون شو إما بقرز ور ما نقدر تبو لحالك أجر وكو أمينك نقل ما بداية بولايتو زمانتنا بو لسرمان فقال عمر أدياه بيرني قسمك هردي يودن فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله لازم عبيد الله هروتي عبد الله ساكت فقال رجل من جلساء عمر هيك لو أنا لو جلس دانشتو فقال يا أمير المؤمنين لو جعلته قرازا يا أمير المؤمنين باشا بمعاملة قراز حسيبك تكيانا باشا لسودكيان بيبو باشا كيشي تي بيورق لبو بيت المال فقال عمر باشا قد جعلته قرازا باشا بابا قراز بيت فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه
نويس دكاي ورجل. وأخذ عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب نصف الربح المالي. نيوي عن ورجل. أم حديث صحيحة؟ إمام مالك روايتي كردوها رواه إمام الشافعي. إمام الشافعي لك كتيبي خويا بس ندي صحيحه عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه روايتي كردو حسكي سندي صحيحة. إذا وكو أمره كابرا يجي كري فلانا كسبي عليك كره عادي بشي بن لو إنا باب روات شيا كي بيك آي خواقيا جا كابرا زواني درجة كاتو تيقسي يجي بعمر رضا ورحمتي خواي لبيت يا رب العالمين خواي قرأ لزمري أوانا قرار من ببرون حتى أننا لايقين بلان بمحبت من لزمري أنا قرار من بيا رب آمين. وعن علاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان إسأل أم حديثي بان لمسائل زكاتي شا أموري زكي وانا استنادي لبيكري لبابي أويا آيا بعضك سيجن تبقي أما أكري مالك البتا بارها الله بابي زكاتا بحث من كردوه قيلوا قالي لسر أكري مالك مالي عمي مسلمانان لمصالح مسلمانان شا بروكاري بيبكي إلى آخر هاتشن مخالفي آرائي مشهوري علماء لم يبحثن كدوا. وعن علاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان رضي الله عنه أعطاه مالا قرازا يعمل به يعمل فيه على أن الربح بينهما. علاء ابن عبد الرحمن لبابي لجدي واردك عثمان رضي خوالي به مالك بسورة قراز داب بكي بجدي يعني كي على جدي على ابن عبد الرحمن بجدي على ابن عبد الرحمن بوشي سودك لبيني أنا بأخرجهما مالك سندكيشي ظاهرا حسنا والله أعلم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشرط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارزة يضرب له به أن لا تجعل مالي في كبد رطبة. حكيم بن حزام رضي خوالي لبي كاتي مالي أداء مقارزة بكابرايا كي يضرب به له به مزاربة بيبكا برواسة بيبكا وكاروكاس بيبكا شرطي لسر أو إنسان دانا أي وتشي ألا تجعل مالي في كبد رطبة مالكم لا حيوان سندنا بكار نجري حيوان زندو ولا تحمله في بحر لبحر حمل نقل بينك ولا تنزل به بطن مسيل أو أوسا لواديك ودشتك سيلقا محلي سيل قراري ندي لبدان نشي فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي أجشت وابكي شرطة تؤبي مالكم زمانتك. أخرجه البيقي حديث كيش صحيحة دار قتنيش هاورديوسي. فهذه الآثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على تعاملهم بالقراز وجرت منهم على علم ومسمع من غيرهم. أم حديثانه ما أسارانه لأصحابي في غنبر عليه الصلاة والسلام دلالتك على سراوك بمعاملي قراز بشركة قراز ومزاربة كاري عن كردوه ولبرچاو لبرعلمو بعلمي أوانو ببيستوشي أنا دي قراني هج كاميشيان ولم ينقل عن أحد منهم إنكار لها هج كام إنكاري عن نكردوه فصار ذلك إجماعا على مشروعيتي. أما بوسى إجماعا لسر مشروعيتي. وعلى هذا أجمعت الأمة في جميع الأعصار لسر أما جميع أمت جمع بوا لهمو شاركانا باتايرا إن شاء الله بز بخواي قولي يارمتي من با إدامي أدين لدرسي بعدي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وتوب إليك.